السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا عن المبيدات وبعض تأثيراتها على الإنسان وبعض أضرارها، لأن الحديث طويل فإحنا يعني مختصر منه إن شاء الله. بنقول إن لما بنستخدم المبيدات في الرش للمزروعات وجد إن 90% منها بيصل المياه السطحية وسطح التربة وبالهواء، وطبعا بداية بيصل للإيه للغذاء إذا كان خضار أو فاكهة، وفي النهاية بيصل للإنسان. وبيحصل نوع من التكبير البيولوجي، يعني نسبة المبيد بتزيد تباعا من حاجة لحاجة لحاجة. فلو اتبعنا مثلا ايه، لو شفنا ورق نبات رشيناه بمبيد وليكن لندين مثلا، فسقطت الأوراق في التربة بتبدأ تتحلل، هي فيها نسبة من المبيد. ده طعام ديدان الأرض، ديدان الأرض بتلتهم نسبة منها، فنسبة المبيد بتتراكم أكتر داخل جسمها. تيجي طيور تلتهم الديدان برضو، يبقى المبيد وصل لها بنسبة أعلى، وده بنسميه التكبير البيولوجي. طيب لو المبيد وصل لمجرى مائي، أول سلمة الهرم الغذائي داخل الكائنات الحية، كائنات وحيدة الخلية اسمها الدياتومز، دي وصلها المبيد. تمام، جت أسماك صغيرة وكائنات ضئيلة تاكلها، زاد المبيد دي فيها. جت أسماك متوسطة كانت الأولانية، النسبة تزيد. ثم الأسماك الأكبر اللي بيستخدمها الإنسان يبقى فيها نسبة عالية من المبيدات، كأنها احنا تناولها الإنسان فاستقرت في النهاية في الكبد والكليتين، ولو الأم حامل قد تنتقل الجنين من عبر المشيمة. طيب الأسماك المصابة أو اللي فيها نسبة مبيدات بتبقى قليلة الحركة وما عندهاش قدرة على المناورة، فالطيور الجارحة بتصطادها بسهولة، وبالتبعية نسبة المبيد تصل للطيور الجارحة وبنسبة أعلى. هنتكلم عن قصة، يعني عن أمر حصل، ونشوف قد إيه يعني يختل التوازن الطبيعي عند استخدام بعض المبيدات. في مبيد خطير جدا اسمه الدي دي تي، وده اتلغى من كثير من العالم المتمدن، وان كانوا احتفظوا بعض المصانع شريطه ان هم يصدروها لبعض الدول الغلبانه. ف اندونيسيا معروفه الرطوبه عاليه وفيها امطار وفيها بيئات فقيره جدا، ففي تجمعات في مكان ما من البسطاء، وفي بيوت فقيره ولها اسقف خشبيه كده وفيها تزاحم طبعا البشر. انتشرت الملاريا بشده، فبدأت ايه يعني الدولة تتصرف ازاي، قالت والله عشان اقضي على البعوض ده هستخدم الدي دي تي، وفعلا خلصت على كثير منه وبدأ ينحسر مرض الملاريا. بعد شوية فوجئوا بانتشار الطاعون بين الناس. الله، طب الطاعون ده جه ازاي؟ لانه اصلا اللي بينشره الفئران، فتاري الفئران انتشرت باعداد بمتوالية هندسية وزاد عددها خالص. طب بسبب ايه؟ موت القطط. طب القطط ماتت ليه؟ لانها بتاكل حاجتين، الابراص والصراصير، كلا الاثنين يعني وصل مبيد لهم. فالابراص قالت ايه؟ قالت الصراصير اللي هي حركتها محدوده ومصابه بالمبيد، فكثير من الابراص ماتت. القطط بتاكل الاثنين. المهم في النهايه عدد ضخم من القطط مات، ومن ثم انتشر اكثر الفئران اللي سببت مرض الطاعون، زي ما قلنا التكبير البيولوجي اللي شرحناه قبل كده. الامر الثاني بقى ان بعد مده لقوا الاسقف بتاع البيوت بتقع. طب السبب ايه؟ ان في يرقات الخنفساء دي بتنخر في الخشب، كان عددها محدود لان الابراص الموجوده بتلتهمها فعامله توازن طبيعي. طب ماتت الابراص او تقلص عددها، زادت بقى يرقات الخنفساء بشكل كبير جدا، فبدأت ايه تنفر اسقف الخشب وتساقطت الاسقف. بعض المبيدات اتعمل دراسه لقوها وصلت للاسماك في الاسكا ولطيور البطريق قرب القطب الجنوبي، وبعض لبن الامهات لقوا فيه اثار من دي دي تي وبعض المبيدات الخطيره. برضو المخلفات الوجبات السريعه والدليفري في المطاعم والفنادق وحتى المستشفيات يوجد فيها بقايا للمبيدات، خاصة في الأطعمة اللي بتبقى غنية بالدهون، وده نهج المطاعم اللي بتعمل كده عشان تشد الناس بطعم جيد، ونوع من الغش الحقيقة بيزود الدهون فيها. طيب
أضرار المبيدات على صحة الإنسان بتتم إزاي؟ المبيد جاء على الجلد فدخل من خلال المسام أو من خلال الغذاء الملوث فوصل الجهاز الهضمي عن طريق الخضار والفاكهة الملوثة، في النهاية وصل الدم اللي وزعه على أجزاء الجسم. بدأ بقى إيه أمراض خطيرة تحصل في الإيه الكبد ويحصل فشل كلوي وسرطانات، بل ان بعض البحوث العلميه اثبتت ان برضه لها علاقه بالعقم. والمراه الحامل لو وصل لها السم ده عبر المشيمه بتصل الجنين وبيحصل تشوهات خطيره في الاجنه. في نهايه القرن العشرين ملايين اصيبوا بحالات تسمم ومات منهم عشرات الالوف تسمم بالمبيدات. طيب المبيدات من ضمن اللي بتعمله في التربه والبيئه ايه؟ بتقتل الكائنات الحيه المفيده في التربه، بتدمر الخصوبة بتاعتها وتدمر التنوع البيولوجي اللي ربنا عامله. الأمر الثاني إن بعض المبيدات بتحول بعض مركباتها لما يسمى بالنيتروزامين، دي مادة مسرطنة. طب بقت في التربة وصلت للنبات كلها الحيوان، الإنسان تناول الاثنين فوصلوا هذه المادة. فالمنظومة يعني خطيرة ويجب إن هي تقنين استخدام المبيدات وزي ما هنقول يعني والوصول لحلول جزئية. حتى طبعا من أهم نوعات المبيدات مبيدات تحتوي مركبات الكلور، ودي لها تأثير ضخم على الجهاز العصبي للإنسان، وللأسف لا زال جزء منها بيستخدم في محاربة الحشرات حتى في المنازل وفي الأراضي الزراعية بالتبعية. في مبيدات تحتوي مركبات الفسفور زي المالسيون، في نوعات مختلفة من مشوات صدق. المشكلة مش في المبيد يجي على ورق النبات من الخارج، أنا ممكن أغسله ببطء شوية أو أنقعه فترات أو لو حاجة أقدر أقشرها زي البطاطس والكوسة، لكن فيما يسمى بالسيستماتيك بويزنز، يعني إيه مبيدات جهازية معمولة عشان تدخل داخل عصارة النبات عشان الحشرات الثاقبة المصة يصلها المبيد فتقتل. دي برضو إن لو موجودة وطرح الأكل أو المأكول أو النبات للسوق قبل فترة التحريم اللي المفروض تعدي عشان يتلاشى المبيد أو يتقلص، خطيرة تصل الإنسان بسهولة ومهما غسلت ما فيش فايدة. يبقى من ضمن الحاجات إن من الأصل أنا أجيب نباتات بذور أو جزء من نبات شتلة بيسموها أو خلفة عشان أزرعها. من الأصل ما اشتغلش غير في الحاجات المقاومة، ما جيبش حاجات يعني بتصاب بالامراض الحشريه والفطريه بسهوله، يبقى انا حليت المشكله. طيب انا بقلم الاشجار وفي ثمار بتقع، كل ده لازم اتخلص منه لان ده مكان موبوء بايه بتركبه الحشرات والفطريات، ومن ثم بننشر المرض اكتر ومحتاج مبيدات اكتر. في الحشرات بتتعامل بالروائح بالفرمونات، فانا بستغل ده اجيب فرمون يشد الحشرات بمصايد ما، فبتيجي تدخل مصايد دي فتقتل، اكون حاطط فيها مبيد وما يروحش النبات ولا كده. ولو هستخدم مبيدات يفضل استخدم مبيدات عضويه طبيعيه، طبيعيه المصدر زي الزيوت النباتيه ومحاليل الفلزات المعدنيه. وبعدين في يعني نهج بنقول نستخدم ما يسمى بالمبيدات الاختياريه سيلكتيف بويزنز، يعني انا عايز اعمل مبيد اقتل حشره معينه واطلعه لهذا المجال واعمل دراسه عليه، ولو وصل انسان لا يؤثر فيه. دي المبيدات الاختياريه. ومهم قوي برضو ان احنا ننهج نهج جيد ونقلل استخدام المبيدات لحد الاقل باستخدام الاعداء الطبيعيه اللي ربنا عاملها. يعني قلنا حشره المن اللي بتصيب كثير من النباتات المختلفه ليها عدو اسمه ابو العيد ذي الاحدى عشر نقطه. في حشرة صغيرة لونها برتقاني وعليها نقاط سودة كده لو عديتها تطلع 11، وكثير من الناس بيشوفوها بيجي مواسم بتبقى موجودة بكثرة. لو أنا ربيت هذه الحشرة وطرحتها في الغيطان المصابة كل واحدة منها بتلتهم 20 حشرة من في اليوم الواحد، يبقى أنا بقاوم بشكل طبيعي بدون المبيدات. مهمة قوي يبقى في طرق تشريعية، يعني انا ما استوردش المبيدات من بره اللي هي عاليه السميه والمحرمه دوليا. الحجر الزراعي ياخد صلاحيات ما يدخليش شتلات جايه من بره تحمل مرض،
زي دودة النخيل دخلت من فسائل جات من الخليج وعدت، وما كانش هذا المرض موجود في مصر، بدأت تنتشر وبنضطر نحقن النخيل، ولو اصابه زاد بنخلعها ونحرقها. وبدأنا نستخدم مبيدات، لان انا لم احاذر من ادخال نبات مصاب اصلا. برضو لما يبقى في منطقه مصابه ما نقلش منها بذره، ما نقلش منها شتلات من مكان لمكان غير موبوء، يبقى انا بنشر المرض. لازم التوعيه، لان كل يعني دواء او مبيد بيترش له فتره تحريم، ممنوع ان انا استخدم النبات الا بعد انتهائه. وطبعا الرش له مواعيد واسلوب يخفف الوطأ او الضرر. طبعا الفاكهه والخضار عند استخدامها يجب غسلها غسل جيد، بل نقعها لما يحصل، لما نستشعر ان في مبيدات عليها او منتشر، زي ساعات البطاطس في المواسم معينه بنلاقي عليها كميه مبيدات عاليه في التخزين، يبقى انا لازم اغسل غسل جيد. وفي ناس بتستخدم في السفنجه او انقعها فتره طويله حوالي نص ساعه، وفي ناس بيحطوا ملح او خل في الميه. لو مكره لبطل بقشر الحاجه لما اكون خايف من المبيدات، زي قشه البطاطس والكوسه وخلافه، رغم فوائدها لكن اشيلها بالمبيدات اللي عليها. وفي ناس بتنصح ان لو استخدم ملوخيه او سبانخ او جرجير تقطع الجزء السفلي، ان المبيد بتركز فيه. في ربنا طبعا ما سابش الكون كده، حاشا لله، لا ده هو ربنا عمل وسائل طبيعيه عشان تشيل متبقيات المبيدات من البيئه. يعني التحلل الضوئي بالشمس بموجات الضوء بتفك بعض المركبات اللي هي على سطح التربه او في المياه السطحيه، وربنا عمل كائنات حيه برضه تفك الجزيئات المبيد وتزيد سميته، بس ده بياخد وقت. طيب في ناس بيقول لك احنا عندنا ناموس او بعوض في البيت وصراصير ومش عايز استخدم مبيدات، يعني في حلول جزئيه. بنقول ان البعوض لما اتعمل عنها دراسه، الذكور ما بتعيش في البيوت، ده بتعيش في الغيطان على المزروعات. واكتشف ان الاناث بتطلع قبل المغرب بدقائق تقابل الذكور خارج البيت، يبقى انا في الفتره دي طلع البعوض من البيت، لو انا قفلت قفل محكم لفتره طويله او ما افتحش خالص، او لو فتحت بعد ساعه يبقى تخلصت من كثير من البعوض. الصراصير في ناس استخدمها بطريقه ظريفه لمن يرغب، بيستخدموا الضفادع. الضفدع ده بيلتهم الصراصير بمنتهى الكفاءه. لو واحد جاب ضفدع كبير وحطه في الحمام اللي فيه نسبه رطوبه، كائن ما يخوفش وبيبقى متداري ومتنمر، اول ما يلاقي صرصار على طول بلسانه في جزء من سنه تلاقيه ابتلعها، فبينظف البيت من الصراصير لمن يرغب. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.